اول عم رجب، سلام عليكم. مساء الله وبركاته يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الله وبركاته. اتفضل 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 عم رجب. اكلم الدكتور والله. معاك يا عم رجب. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا استاذ رجب، اهلا وسهلا. والله انا يعني عندي المدام كانت شايله الغده بقالها شهرين، والضغط بيعلى على طول في اليوم خمس ست مرات. طيب المدام سنها كم سنه؟ 52. طيب وزنها كم كيلو؟ 92. طبعا في 20 كيلو على الاقل زياده. في 20 كيلو زياده. وطي التلفزيون يا رجب. ماشي تمام يا دكتور. وطيه او ابعد عنه لو سمحت. وديت التلفزيون يا دكتور. ماشي. بارك الله فيك. طيب حضرتك يا شاهد، الغده الدرقيه كان في تضخم ولا كان في زياده افراز؟ كان في زياده افراز، كانت نشطه. وشايلها بقالها شهرين. دلوقتي ما بنشيلش الغده خالص، هي كان حجمها تخين قوي كده، كبيره جدا. كانت قالوا لي تفرش سموم، شايلها في معدن اورامها. وماله، لا ما نشيلهاش دلوقتي، انا بسمع الساده المشاهدين من خلال حضرتك ان شيل الغده الدرقيه بقينا بنشيلها في اضيق الحدود. وهو ما بقاش العلاج. كانت تعبانه قوي يا دكتور، كانت تعبانه قبل الغده جامد. بنعالجها وبتخف ان شاء الله نهائي من غير ما نشيلها. هي بتاخد التروكسين 100، بس التروكسين بيتعب. لا ما هو هي بتاخده على الريق مش كده؟ بتاخده على الريق. يبقى احنا حضرتك ناخده في وسط الاكل. في وسط الاكل. وبعدين بعد شهرين او ثلاثه تحلل وظائف الغده الدرقيه وتبلغنا بيها ان شاء الله. بحلل كل شهر يا دكتور، بس هو موضوع الضغط على طول، يعني انا عندي جهاز ضغط بالاسلام على طول بيعلى، كل خمس ساعات بالاسلام بيعلى على طول. لا بيطلع كام؟ بتاخد كل خمس. بيطلع كام الضغط؟ الضغط بيطلع بيبقى حوالي 160 على 100، 170 على 100، 170 على 110. الكونكور 5 مللي جرام مش كده؟ كونكور 5. طب خلاص خليه كونكور بلس. كونكور بلس. ان شاء الله هيظبط لك وتقلل الملح في الاكل، ما الدنيا ما نفعتش كلمنا تاني. مع السلامه. استاذ رجب، شكرا استاذ رجب.